تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التعليم الأولى: أربط بين أسماء الله الحسنى ومعناها. لدينا الله الواحد، الله القادر، الله الخالق، الله الرازق، يرزق كل المخلوقات، لا إله إلا هو، لا يحتاج للمساعدة، خلق كل شيء. نبدأ. الله الواحد، جيد، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. الله القادر، جيد، لا يحتاج للمساعدة، نربط. الله الخالق، أحسنتم، خلق كل شيء. الله الرازق، طبعا يرزق كل المخلوقات. نراجع التمرين. الله الواحد، لا إله إلا هو. الله القادر، لا يحتاج للمساعدة. الله الخالق، خلق كل شيء. والله الرازق، يرزق كل المخلوقات. التعليم الثانية: أملئ الفراغ بما يناسب. طهارة، نظيفا، قبل صحته، عبادة، يحافظ. طهارة، نظيفا، قبل صحته، عبادة، يحافظ. أولا: الوضوء، يقوم بها المسلم. الوضوء، أحسنتم، عبادة. يقوم بها المسلم الصلاة، يقوم بها المسلم طبعا قبل الصلاة. الوضوء عبادة، يقوم بها المسلم قبل الصلاة. الوضوء يجعل المسلم، الوضوء، أحسنتم، طهارة. يجعل المسلم، جيد، نظيفا. ونقيا، الوضوء طهارة، يجعل المسلم نظيفا ونقيا. بالنظافة، جيد، يحافظ. يحافظ المسلم على، أحسنتم، صحته. بالنظافة يحافظ المسلم على صحته. نلتقي إلى التعليم الثالثة: اكتب اسم الصورة لكل آية. لدينا ثلاث صور: صورة الماعون، صورة العصر، وصورة قريش. الذين هم عن صلاتهم ساهون، نتمم الآية أو الصورة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أحسنتم، صورة الماعون، سورة الماعون. إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جيد، سورة العصر. فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جيد، نفس الشيء، سورة الماعون، سورة الماعون. لدينا قريش، لا يوجد سورة قريش. الذين هم عن صلاتهم ساهون، سورة الماعون. إن الإنسان لفي خسر، سورة العصر. فويل للمصلين، سورة الماعون. وهكذا انتهينا من الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.